خوتي ولد الشينوية، ولد الشينوية عنده 26 في الشهر، عنده ابتدائية. الجناية ديال الفرقة الوطنية عدم اختصاص تاير عنده بحث معاها جاري، وتجيب الضواحي اللي كانوا تتباعوا ويتشاراو في أبو ظبي في الإمارات، اللي كان كيديهم رهينة ولد الجابونية وتيقبط عليهم شاك ديال 5 مليون. الضواحي بداو تيبانو وكيتمناو تيطلبو من المحكمة الموقرة تسترهم باش ما يصورهم تسجيل صحافي. هذا الأمر خطر رأي عام. هو دابا قال منتف يهرس منتف، منتف الكبير يهرس منتف الصغير. لا، هذا التشهير ديال هذيك الدري، هذاك الشاب اللي كان كيسبوا له امه وتيقولوا له هذيك ماشي امك، انت هو الضلاقير سير دير لاديين وكذا، هذيك تعتقل هو وهذيك المراه تعتقل دابا هو وهذيك المراه والشينويه واختو ولد الشينويه التليفونات ديالهم عند الخبره. على من؟ على التجارة والحيازة في البشر واستغلال العقول الضعيفة تيديوهم. باش تفهموا أخوتي، تقلبوا لهم التليفونات ومن يجيو الضواحي غادي يقولوا ها اللي كان كيسلم الفلوس، ولا كانت أمو هي اللي كانت تشد الشاكات، أمو اللي كانت تتصرف الشاكات بسميتها حتى هي مشات. هاد الشيء هذا خوتي مشى تطبق على ولد الجابونية، راه عنده حتى 10 سنين بالحبس، حتى 20 عام بالحبس، حتى المؤبد بحال ثابت، هي ثابت الشكل وهذا الشكل. هذا راه كيصور هنا وتيصيفط للامارات، تيدير الذبيحه في سيدي علي وكيصيفطها للامارات. هنا ممنوع الذبيحه في سيدي علي. هاد ولد الجابونية عنده دابا عنده التشهير والشتم والقذف. هاد امي شامة هي ولدها، ومن بحثو معاه في القناة ديالو لقاو عندو فيديوهات ديال المباح وفيديوهات ديال الاستحياء، تا هما يتعاقب عليهم وتيهين القضاء المحامين، تيطعن في المحامين، القضاء المحامين كي تضرب فيهم، تقول لك المحامين يفعل المحامين يشفارة. هذا ولد الجابونية تيقول على المحامين، تقول المحامين يشفارة، المحامين اكبر نصابة اكبر كذا. حتى واحد ما بغى يقبط له الدعوه ديالو ولد الشينويه، حتى واحد ما بغى يقبط له. الهيئه المحاميه كان كيعاير الهيئه ديال المحاماه كان كيسبها والقاذف وتشوه بها، ما بغي يدافع له حتى واحد على القضيه الهيئه ديال المحامين. دابا هاد ولد الجابونيه هذا راه دابا في الحبس، المغاربه العزاز اللي خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن من طنجه حتى القويره لاباز المغربي. انا نهضروا على الامور ديال ولد الجابونيه فين وصلت، داك المشوه داك الشرير. سمحوا لنا خوتي، هاد ولد الجابوني خوتي 26 في الشهر عنده مقابله ديال الابتدائيه، والجنايات الفرقه الوطنيه راه مازال كتبحث معاه جاري حادي حاليا، تاع المنتف ديال الفرقه الوطنيه. دابا هو جايبها ابتدائيه، فهمتيني، على التشهير ديال مي شامه وولدها. كنت تقول لا هذاك الولد حرامي، هذاك الولد ديري له التحاليل، هذاك الولد والهيئه ديال المحامين. ومن دخلوا له القناه ديالو تلقاو عنده الاستحياء في فيديوهات بزاف، ولات رائعا. والفرقه الوطنيه قبضوا له التليفون ديالو، التليفون ديال امو، التليفون ديال اختو، الخبره ديال الوطنيه. من داروا بحث معاه وفتشوا له الدار تلقاو الشيكات ديال الناس اللي كان كيبزز في الامارات ديال 5 مليون. اذا الشاهد هشام المداح هذاك الشيء اللي تيقول حقيقي. دابا الخبره الوطنيه ديال التليفونات خصها تقول، والضواحي راهم جاو، الضواحي اللي كانوا كيمشيو تيديهم للصحراء ديال الامارات وكيبززهم ويضربهم ويعنفهم ويبيعهم لواحد اخر يفسد فيهم، هو اللي كيشد الفلوس
هو اللي كان كي تيخلح تيدير تيبززهم بهذيك 5 مليون اللي كان قابض. ما تكمليش ندفع الشاكل نصيفط لك امك للحبس. واش كاين شي واحد مواه تبغي يمشي للحبس؟ شهابش كان كيقبطهم وعاد ضرب البنت لما بغاتش تمشي عند شي سعودي تيعنف ولا شي اماراتي تيعنف بسبب السيوطه لما بغاوش تبقى غير بالضرب. ولا حملات شي بنت ما تيديروش الكورطاج تيوكلوا لها 4 الكينات في فمها و4 الكينات من التحت وكيضربوها لقد منها تتطيح الحمى العداء الشديد. هذا هو وضع الجابوني الحقيقه ديالو. وكنتمنوا عدم اختصاص، عدم اختصاص، بغينا ندخل عدم اختصاص. عدم اختصاص سمتي هي النصب والاحتيال، التعويض سيدي علي تبيع الدراري الصغار. شفتي ديك المكالمه عنده التصويره ديال بنت رقيقه بنت غليظه دري قصير دري كبير مثليين العزل وتخيط 3000 درهم تديهم لمراكش ولا مدينه الدار البيضاء تجيب تما الزبون. الزبون يا عروبي ديال الامارات يا عروبي ديال قطر يا عروبي ديال الكويت يا عروبي ديال لبنان يا العروبيه تيجيوش الاماراتيين انا وين تيجيو تديهم للدار تما تتوقع الواقعه. ولا كيجوزهم في سيدي علي راجل تيجوز سيدي علي هذيك حضرت لها انا في 2005 السبعيناتي راجل تيجوز راجل هو النيت هاد ولد الجابونيه الدري تيجيبوه مسكين عاد بلغ وتيحنيولو بالزواق ويعكرولو ويكحلولو ويلبسوه السلهام وخدام الحماد شا داو 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 وعياد عليه مكدير الفجر. هداك الدريلي مسكين كانوا كيدورو معاه وتيوكلوه ويبيضو هداك الميتلي تيدخلوه للبيت عند داك الصلاة لا يتجو قوم قوم لوطي اللي عزيز عليه الدراري كيدخلوه تيزينو إما كيدهنو حمامة بيضاء وتيطلقو على البشر تيقولو ويل شوفو اللي وصل شوفو المصر ولا كيديروها في الصينية. وهي الرجال الرجال مهنيين بالزواق ومعكرين ولابس الفاطم تيقولو ها سروال هاهو كيتسالا ها سروال سلالة هاهو كيتسالا هاهو سروال سلالة هاهي مالي ندر بلا تقولو العريس كذب هاهي مالي ندر بلا تقولو العريس كذب وزين تيقولو هاهو فوق راسي لا تقولو فرماسي. ها الناس وهي العيال هلا هو ستي لا هو ود ود الجابونية هو اللي محيح تما. أنا ود الجابونية راه ضربو هنايا ضربو بفم القرعة دايرلو شي 7 دغراز أجدى مني أنا سيدي عليك تنعسو واحد الوقت وحق الرب أخوتي إلا سيدي عليك تنعسو في 2005 من غير تما كاين التعويد والسحور باش نعرف واحد النهار ما قدوش عليا ودارو داك الشي ديالهم وداك الباخة ديالهم وكدا جاني الشوك كنت نحمقي مع الشوك بحال بحال الحمقي تنجبد الشوك صافي هما مشاو داو الذبيحة وهادي أحمد الله من مطراني والو. المهم هاد ود الجابوني هادشي دا عليه حقيقة ونتمناو عدم اختصاص. دابا كيطلع الفرقة الوطنية تطلع على الجوج مناسب تطلع عند الفرقة الوطنية وكيطلع الابتدائية على الابتزاز والتشهير والشتم والقذف وتيطعن في المحامين هادي بوحديتها. عاد الفرقة الوطنية جبدوا له الشاكات دابا الضواحي ما قدوش يبانو لأن خافو يسبوهم الضواحي راه كاينين هما ما بغاوش يبانو عند الرأي العام إن المجتمع ما تيرحمش المحكمة الموقرة كتستر. عرفتي مشات تتبسس عليه الفرقة الوطنية وكان كيدي البنات الإمارات يبيعهم والدراري يبيعهم وتيقبط لهم الرهينة ديالهم الشاك وتتبسس عليه عنده الفاصل ديال 448 تيحكم من 5 سنين ل10 سنين 30 عام المؤبد هل الحاج ثابت ولا الحاج طلال. والله لا خرجتي منا ود البعبوشية ود البعبوشية ود الجابونية والله لا منعتي منا بالله. أقول دابا أقول لالا عيشة تفكك أقول الجاوي والصرابان يفكك المراوي